اوه جيبوا لي موتات، جيبوا لي موتات، هيا نقدر نسوي موتات. وشنو هو؟ ايوه لا ايوه اسر اسر على القاتل. جامد يا عيال والله جامد ذي. يو ار ان ايجنت. انا ايجنت. دقيقه بس بس اصبر اصبر، خلينا نجرب خلينا نجرب. انت الامبوستر الكلب. طيب تعال تعال عيال تعال تعال. ابيك اذبح رامي اذبح رامي اذبح رامي اذبح رامي. ابعدوا منه ابعدوا منه. في ماب تحت على اليمين شايفينه؟ اه اسوي ريبورت. اوكي كذا الذبح يا عيال. استكسبي ريبورت. ايوه دقيقه دقيقه خلنا نشوف خلنا نشوف. ثواني ثواني ثواني. عرفته عرفته من عرفته عرفته. الكلب صوتوا على الكلب كلكم بوت على الكلب. على فيصل كلكم على فيصل على فيصل. خلنا نجرب خلنا نجرب خلنا نجرب خلنا نجرب. اوكي الحين الحين بيطلع. ثواني يلا قاعد يلعب قاعد يلعب. اعطي عطر والله ديني يا عيال والله جامده جامده مره مره جامده. هلو افري بادي. فاصل اعلاني يا جماعه الخير. المال والبنون زينت تحت الدنيا. فاصل اعلاني يا جماعه الخير وبسيط وبالحاجة فيها الكود برضه موجوده. ومن اليوم الصاعد انا اذا شفت الراب حق رايد اعرفوا انه في اعلان تمام. روكت ليج وايلد ويست يا اخوان. بكل اختصار اللعبه اشهر من نار على علم، عباره عن فريقين انت واخوياك وانت لحالك تلعب بهدف انك تفوز بالجيم وتسجل اهداف عن طريق الكوره. لعبه تقدر تلعبها على جميع المنصات. والان مدخلكم بجو البراري والصحاري الامريكيه. تبون الصدق يا جماعه وبدون طقطقه؟ والله ان من اكثر الاشياء اللي انبسطت يوم دريت عنها يا اخوان ان اللعبه يا جماعه طلعت تدعم استثمارية أيضا فيها، وتقدر تستخدم المود 14 يوم وتشتري وتدعمني. هذا دخلتوا يا جماعة لا تنسون تستخدمون الكود حتى في المتجر. شكرا روكت ليج لرعايتكم هذا المقطع، وأترككم مع الباقي مشاهدة ممتعة والرابط تحت التحميل. أيها الإخوة والسادة الكرام، الحمد لله الحمد لله لأنها اجتمعت أفضل محتويين بقناتي بلعبة واحدة فورتنايت أمونج أس. فورتنايت نزلت مود جديد يا جماعة اسمه امبوستر، نفس فكرة أمونج أس لكن بفورتنايت. تلعب مع 10 لاعبين واجتماعات وتحقيق وتحريات نفس أمونج بالضبط. والآن مع بعض يا جماعة راح نجربها لأول مرة، وكالعادة قبل أي شيء أتمنى منك يا جماعة وأنت قاعد تطلعني الآن تضغط زر اللايك. ما راح اسوي سكيب، اضغط زر لك ضغطته. الله يسعدك. وما ننسى طبعا اعزائي المشاهدين استكس في كود الدعم. الله يسعدكم وشكرا لكم على استخدامه. نسمي بالله. جاهزين يا جماعه؟ اسمعوني. يلا ردي 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 انا فيصل امبوستر فيصل امبوستر يا عمري يا الحب يا عيال. الحمد لله سوي نفسي اسوي مهمه بسوي مهمه وقاعد اسوي مهمه انا قاعد اسوي مهمه. طيب يقول لك التول التخريب. اوكي التول التخريب خربت ما ادري ايش. اوه كلنا تحولنا الى موزه كلنا تحولنا الى موزه. لو اذبح واحد الحين ما حد بيدري وش صار. قبل اصلح انا اصلح بذبح واحد يعني بذبح واحد الان بذبحه. كيف بذبحه كيف بذبحه كيف بذبحه كيف بذبحه. علموني علموني كبك كبك يا عمر. اه ايوه يا عيال ايوه انا مسوي اجتماع انا مسوي اجتماع اوكي هدوء. ايوه انا اللي مسوي الاجتماع ما حد يتكلم هنا الا انا. قاعدين نتكلم هنا قسم بالله. صوت كلكم صوت. طيب اول شيء اللي صار كلات يا جماعه اللي على يميني هذا طلع هو مسكين. ليش مسكين؟ قولوا كلكم ليش؟ ليش؟ قلنا يا عيال قدامي ثلاث موزات في ذي خاصيه عند الامبوستر حول الكل الى موزات سابوتاج. عنده سابوتاج ممتاز صرنا كلنا موز ممتاز. الامبوستر ضايع. قولوا ليش ضايع يا عيال؟ ليش؟ يذبح قدامي بس ما اقدر اعرف مين هو. موزه قدامي يذبحها. سؤال بسيط احمد اللي انا مشر عليه هذا مسكين وينه؟ اي مسكين اي لا هذا مسكين انا مسكين انا مسكين. احمد 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 شو اسمه افتح لنا الماب وقلنا وين لقيت الدفه. اوكي اوكي افتح الماب ثواني بس تمام. الماب هذا هو تشوفون الخريطه تحت يمين مكتوب مكتوب الجسر صح؟ انا والله ما ادري ويني والله ما ادري ويني. الامور صارت
سريعة وفوق بعض. كم عندنا ثانية؟ من اللي كان بالأوفيس أو المكتب اللي عند كمبيوتر بيسوي أنا كمبيوتر؟ أنا 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 أي اسمع أنا كنت معاك. أيوة أنا كنا الثلاثة كنا هناك. إحنا لو سمحتوا إحنا مو مظلومين. المسكين أحمد. شوف المسكين أحمد. أنا كل اللي أقدر أقوله إن قدامي موز وكنت أشيل السرير أبغى أسوي مهمة السرير. وأنا قاعد أسوي مهمة السرير طعنة. في مهمة على السرير. روحوا غرفة مسكين النوم بتلقوا مهمة السرير هذه موجودة. فعشان كذا الآن نسوي سكيب. يعني ماني فاهم شيء ما ضايع والله إني ضايع. لو إني عارف أتكلم تعرفوني. تعرفوني يا عيال. لا احد تم تصفيته انظروا الي زعلان يا عيال الان فيصل الحمار ذبح قدامي مشكله انا ما كنت ادري انه فيصل طلع انه في سابوتاج اني احول الكل الى موز كاني طفيت اللمبه فهمتوا اعد تشغيلكم فيصل تلحقني يا حمار ايش هذا ايش هذا شيء مهمه طلعوا تحت علي صار عيال تحت علي في النص تحت مكتوب تخريب وتصفيه اقدر اخرب الان خليني اخرب حاجه تعطيل المهام حفله بنانا النقل خليني اسوي حفله بنانا ثانيه ارتو تعال يا ربي يا ربي بفقع قاعة الطعام بفقع قاعة الطعام قاعة الطعام الزبلة قاعة الطعام بخش قاعة الطعام عشان اقول لهم اني كنت بقاعة الطعام قاعد اسوي برجر هذا واحد قاعة الطعام في واحد كان عندي بقاعة الطعام مطاجر اوكي انا مطاجر بقاعة الطعام هذول قاعدين يلحقوني ليش نفسي قاعد اسوي مهمة اختار لقيت جبران عيسى ميت يا انا شفت الجثة مرمية ما في احد عندها حلو ما في احد عندها إيه؟ عند غرفة التحكم غرفة أيوه؟ التحكم اللي هي نص يمين إيه؟ اوكي دقيقة اي واحد اشر عليه منه غرفة التحكم. ما شفته طيب انا عندي شيء بقوله انا كنت بغرفة قاعة الطعام ولقيت مطهجلي يسوي مهمة البرجر مطهجل مواطن شال البرجر قدامي لكن في واحد دخل علي وما سوى له مهمة مطهجل شفته فقدح فقدح شص على فقدح يا عيال شص على فقدح لا جاك النصرة جاك الحق اي يا ابو شاعر ابو هزاع اي كذي انا ارمي اتهام المباشر مو مباشر عن مباشر يعني مباشر شوي ايوه ترم احمد ودخلت على مطهج قدامنا دقيقة والله اتكلم والله لا قوة اتكلم اصبر كلمة تحط على طيب اوكي وقف هدوء هدوء انا بزعلك تكلم انت دخلت بعدين مطهج طلع طيب خليك صريحين يا ابو هزاع عشان اوضح نقطة انا واحمد طالعين مع بعض وينك انت انت عندي كيف تشوفني مقدح لا تجيب العيد دون تصديم دام علي سوسي بقول شيء واحد تمام بقول شيء واحد تمام في اثنين امبوستر مو هو بواحد وغير كذا انتم ما سالتوا على اماكن كيف على طول تتهمني يا ابو هزاع ايش دليلك احمد انت ما يا عيال قدامي هذا اختر عندك شيء اصبر اختر انت عندك شيء دقيقه جذب الكل الراوند والله مقدح سليم من الحين اقول لكم لازم نطلع يا عيال سوي ثاني انا ما بطلع لا نقدر نطلع باقي ثلاثه احنا سبعه ليش لازم نطلع يا جماعه انا شك فقدح بس وقتها مباشر بسوي سكيب بلعب اصول انا بلعب اصول سكيب عيال احسن فقدح كم اثنين على فقدح 10 سكيب اوكي الحمد لله اثنين على فقدح وخمسه برا على سوس الذين يا عيال لازم اغير مكاني ابغى اضمن واحد فيصل تذهب وزع خلني اروح مع رامي بكسب فقط الزلموشن ابعد عني يا حمار يا فيصل ابعد عني رحل بصلح شو يصلح يا المعرفة فيك معرفة فيك بسم الله هذا شافني اصلح فقدح شافني اصلح ها فقدح شافني اصلح فقدح قدام عينك مصلح يعني كيف بكون امبوستر وانا مصلح هذه حلوه ابو وزع قاعد يضرب هذه كذا المهمه وقف عندها بس الله يقطعك يا فيصل ايش قاعد تسوي فيصل ايش قاعد تبربس من هذا الحين ما بغض واحد ما ادري من هو تم بوش على ابو وزع الو انا عندي اتهام بعد ما يتكلم فيصل تكلم طيب السلام عليكم اول شيء راح اسال على اماكن اوكي
احمد وينك؟ انا جنبك بالضبط وفي واحد اعرف مكانه جنبك بالضبط. طيب ابو هزاع وينك؟ انا كنت قاعد اطفي ذلي حقات اول مره. مكانك مكانك ابو هزاع بالجي بال تحت يمين، شوف وين موقعك مكتوب يا اخي. اضغط تحت يمين شوف يطالك يوريه. اوفيس 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 الاوفيس اللي هو اللي هو وينه وين اوفيس وينه 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 اوفيس تحت يسار. اوكي صيانه. طيب اوكي رامي رامي وينك؟ ترى ترى بقينا بس خمسه يب يعني الان بنصوت الان لازم نصوت وانا عندي اتهام بس وينك. رامي وراي بالضبط رامي وراي. انا مع احمد انا مع احمد رامي انا ضامن وراي 100% قدامي جثه رامي وراي احمد واحمد واحمد كان يسوي مهم قدامي انا ضامن احمد فعشان هيك انا بش اسمه في عندي ثلاثه شاك فيهم اللي هو ابو هزاع وفصولي ومطح. طيب ما بر انا كنت في قاعده الطعام اللي مات. طيب انا بقول لكم يا عيال اللي صار انا بقول لكم اللي صار تمام. يب 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 رختر انا ما ادري كيف مات لكن رختر انا اعرف كيف مات. رختر يا عيال مات جنب قاعه الطعام. ايوه كان جنب قاعه الطعام. ابو هزاع قبل ان نتحول الى موز طلع من عند الجسر اللي هو منطقه النص وراح يسار على الكلام الاوفيس. انا شفت هذيك الجهه واقرب واحد كان له الموز اللي مات اللي هو رختر. بعد ما صار التحول رختر مات واللي صار كان في اثنين كان في مطاجر كان في ابو هزاع. فانا شكل مبدئي انا ابو هزاع بنسبه كبيره لانه هجم علي الراوند اللي قبل بدون اي حجه ولا في شيء اي ما في اي شيء واضح. مطاجر شفته قدام عيني يشيل طاوله الطعام يروح ينقلها من مكان لمكان. فمطاجر انا مبري. تكلم يا ابو هزاع اسس عليك. يا سلام يا سلام يا سلام انا مخلي رختر مع مطهجل هذا واحد مطهجل بريء لا تحاول. انا هجمتك لانك قلت لي انت بتدافع عنه اكيد تبي تفوز. انت قبل شوي قلت انك انت شفت مطهجل يسوي المهمه وانت داخل قدامي ما مداك تشوف شيء. ابو هزاع ما اقنعتني كرت احمر من عندي انا صراحه. انا اسمع وخويه وخويه كمان بديش اقول لك مين بس اتوقع انه بنسبه كبيره مطهجل. بتعرف ليش؟ لا 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 لا, 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 لا اقول لك ليش ما مطهجل مواطن. ابو هزاع ثم سس على فيصل. ابو هزاع ثم سس على فيصل. ابشاي ابشاي طول الراوند هذا 10 ثواني لازم نصوت يا عيال 10 ثواني. ابو هزاع ابو هزاع ابو هزاع ابو هزاع ابو هزاع يلا ابو هزاع ابو هزاع انت وقتك يا ابو هزاع يا القاتل يا الخسيس انقم صدقني صدقني احمد دير بالك من الفهدل يظلوا معاه طول الراوند. ابو هزاع ابو هزاع ابو هزاع برا برا يلا برا برا عليك يا اخي. والله انك نكبه ورب الكعبه انك نكبه وانك مصيبه. عميله اوكي اوكي انا عميله الان. ريحه الكلب اللي جنبي فيها ريحه سفاح. طيب نسوي مهمات نشوف اول جيم وانا ايش وانا عميل. هذه مهام دي عندي مهمتين ها. اوكي رامي لحقني قدام عينك سلو موشن بدا التحليل. اوكي ابو هزاع ابو هزاع ابو هزاع غلطت ابو هزاع يا ابو هزاع نفس الروند الاول يا عيال ما بقى يسوي مهمه. والله انا لف علي والله انا نور فيني ورب الكعبه. يا ربي يا ربي الله يرحمني برحمته الله يرحمني برحمته الله يرحمني برحمته. ابغى اسوي اجتماع يلا لف علي اقسم بالله انه لف علي كذا طالع. انطهج المات اوكي انطهج انطهج المات. اوف اوف الو رختر هو الامبوستر. ها رختر اسمعوا لقيت الجثه بمصنع الصناديق. وين مصنع الصناديق؟ ما في احد ما شطفني موزه هنا مصنع قصدك مصنع مصنع الصناديق تحت يسار. ايه يا عيال انا بقول لكم شيء شفته بس ما ادري والله اني خفت مره. حلو سويت مهمه في مرقب العاصفه اليمين مره. طيب وانا طالع لقيت ابو هزاع واقف يا عيال نظرت فيه ابغى اشوف ايش بيسوي. ما مد يده سوى حاجه لف وجهه وطالع فيني. يمكن يصلي يمكن يصلي يمكن يصلي ظلمتني وطلعت امبوست. صادق صادق لا لا انا ما راح اصدمك بس ابو هزاع وينك انت؟ اي واحد انت؟ اي هذاك انت ابو هزاع نظر فيني. شوف شوف انا ابغاك انا كنت مكانك. طيب انت قاعد تسوي مهمه مهمه ثم سويت كذا. يلعن ام الرعب يلعن ام النظره اللي تخوف. احمد احمد ما ادري الله يلعن عدوه. شوفوا مهما صار ومهما صار بالجيم اتاكدوا انه فقدح بريء 100%. ليش سووا مهمه؟ حتى سووا مهمه قدامي قدامي وشفتوا حتى احمد حتى احمد حتى احمد انا انا بري احمد سؤال قبل 50 ثانيه. انا يوم قلبنا موزات فتح لي الخريطه قدامي ولا ادري وين اروح ايش اسوي فيها. انا بسوي سكيب والله ما في. هذا انت المضمون الله يعطيك العافيه. روح احس ايش يا تبون القاتل يا عيال من الاخر تبون القاتل يا عيال تبون القاتل مين جبران
لا 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 مسكين انا مسكين انا جالس اسوي مهمه جنبك اي اسمع 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 لا اسمع اسمع لا لا انا جالس انا اسوي مهمه جنبك مريتك انا مريتك انا لا 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 انا صوت انا مريت خلاص اديها 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 خلاص خلاص اديها لا 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 جبران شكلك بتلقى جبران لا لا ثلاثة ثمانية ستة لا لا سكب سكب أكثر بالحق جبران إذا هو والله سوي اجتماع جبران يا عيال جبران فيصل فيصل مواطن جبران وين راح؟ ها ريدكس مواطن ريدكس مواطن أوكي بس ما أدري هل المبوستر يقدر يسوي حركة؟ إيش خذا ذا إيش خذا؟ مع مطرقة ذا شلون؟ من هذا؟ لا 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 مواطن مواطن جبران اي والله انه مو اخرج كم هزاء رامي مات؟ اي رامي مات انا تعرف من كان اخر واحد معاه؟ إيه؟ مين؟ ابي قبل ما يتحول موسى كان ابو هزاء وراه واقف وهو برامي بسوي بالمهام جاي يلحقني ليش جاي يلحقني الان شاك فيه انا الان جبران يا عيال كنت شاك فيه بس في حاجه سواها ان شاء الله انها بتبري ما ادري جبران من وين جبت المطرقه اللي معك هذه مهمه مهمة يا عيال المطرقة؟ ايه ايه مهمة مهمة يب 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 اوكي معناته جبران مواطن طيب يا عيال باقي اثنين امبوستر هاي مطهج المات فقدح مات شنك 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 يا عيال يا عيال يا عيال دقيقة شنك 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 دقيقة دقيقة صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام انا كنت مع رامي وكنت واقف وقاعد اشوفه يسوي حقة الصناديق المهم اللي يمر الصناديق وبعدين جانا الاستاذ صهيب وشايل الاغراض فوق راسه وبعدين تحول لموزات هم راحوا دخلوا الغرفه اللي قدامي يسار وانا هديت يمين وقعدت اناقص بالنص جاني واحد بالنص انا ما ادري منه ريدكس او فصولي بس الظاهر انه ريدكس زين والحين مات رامي صدقوني اذا في احد متهم 70% فهو صهيب ولا اظلمه لكن اقول لا 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 انا عندي مهمه شوف اختر انا صهيب انا اضمنه صهيب انا اضمنه مسوي مهمه قدامي اي واحد كان ماسك شيء فوق راسه يعرف ان هذا ما هو مبوستر يا عيني ابو هزاء رد على السؤال الان عندك 5 ثواني للاجابه اذكر مهمه واحده سويتها بسرعه الان حقت المطرقه اليوم جيتني وظلمتني فيها حقت المطرقه متى المطرقه وينها يا شباب يا اللي عند المطرقه جبران يا عيال ما يصير يا عيال احمد سال سؤال صدقتوه بس جبران سوى المطرقه جبران سوى المطرقه يا ابو هزاع بيخسروا صايب انا معهم اليوم بيش طول الروبي ابو هزاع صوت عليه احمد ما يصير احمد ينبقى 30 ثانيه صوت علي وحط ابو هزاع الكتاب خشوا 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 المطرقه مسويها بدر يا رب يا رب الثاني عرفت الثاني فيصل يا عيال الثاني فيصل يا عيال لان جبران قبل شوي هو اللي كان مع المطرقه اوكي في اجتماع صار ايوه السلام عليكم تعالوا عندي شباب تفضل جينا هلا هلا انا قبل ما اموت انا قبل ما اموت دائما اجتماع بس عشان شيء واحد تمام لانه عندي معلومات جدا مفيده عطنا تفضل طيب انا قبل شوي صوت على ابو هزاع وقلت لكم انه هو اخر واحد كان معرم صح ولا لا ايوه صح يلا كمل ورختر حكى انه كنت حامل فوق شيء فوق راسي صح اي صح يلا كمل ورختر بريء صح تمام اي صح بدل عندنا فاصولي ما شفته ولا مهمه سوى انا مثلك هاد هاد ولا مهمه فعليا كان يمشي ولا مهمه تكلم فيصل حصلته انا بحين انا حصلته اخر تكلم انت يعني هل لازم انا اسوي مهام قدامك عشان ما تصوت علي ترى مو لازم كل شيء بدونك ايه صار لا تجنني يا فيصل في واحد دخل علي عند الباص اوكي وشان يعني المهمه حقت الاريف شفتني يا بدر انا بشفتك واقف كلمني فيصل ما شفتني وانا اسوي شو اسمه حقت طيب فيصل يعني فيصل اختار الان اسمعني تؤمن بالحضور ولا ما تؤمن بالحضور أؤمن بالحضور توقف ولا تطيح اختار يا عيال ما توقف مو انا من الغبنة لا لا طاحت صوت ريدكس كان جنبي طول الوقت كان معاي جبران بريت انا طلع على المطرقه صهيب صوت على ابو هزاع رختر وني مسوي الاجتماع اللي قبل وصوت من على ابو هزاع فيصل مسوي سكيب رقم 4 فيصل لحالك انت اللي سويت سكيب قبل شوي معك ابو هزاع انت القاتل يا فيصل والله تربس يا فيصل والله تربس الحين رمزة الاسد اشوف ثواني اشوف اشوف كان والله بتحسب على ابو هزاع يا زاد ما تسوي شيء يا زاد والله رهيب رهيب يا جماعه رهيب لازم احفظ الاماكن
طلع الامبوستر يقدر يفيك يا عيال. بعد معي كلب هنا، وش مهمة الكلب هذه؟ ذكرونا اعطيه عظمة. خذ هاك، خذ يا سلقة. اوه رجع عند الكلب، رجع عند الكلب، رجع عند الكلب. يمو يركض ايباد، شفتوه يركض ايباد واحد. دي 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 من اللي شايل الايباد؟ من اللي شايل الايباد؟ انا 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 وانا انا انا شايل الايباد. لا 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 لا، اللي عند الدرج اللي كان بيجي شافني ومشى. من هو؟ انا 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 مطاجم بري، مطاجم بري. انا 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 لقيت الجثه بسي اس اي هنا، وما في احد، ما شفت احد. انا كنت وراك مينتنس اليوم، ما ادري ايش اسمه عاد. المهم اخر بس شفت واحد اللي هو كان فقدح، لكن فقدح راح ما شاف. انا بقول لكم شيء وبسكت ولا بتكلم. تتوقعون ان في امبوستر، امبوستر تمام، قاتل محتال بيروح يسوي مهمه ياكل كلب مسكين صغير جرو. انت احمد. ايوه هاي مهمه موجوده. بس اني شاكك صهيب، ما ادري ليش ماني مرتاح له. لو اني قاتل حجيك، حجيك وادبحك. شوف هذه الرقصه، تبطي 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 تبطي. طاج لا بالحق مطاج يا عيال، والله اضرب اجتماع وما يسوي مهمه والله. وهزع مسوي تكذيل اخر. الله لا يوفقكم. فيصل مواطن، هذا مواطن، هذا مواطن. لا 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 لا، يا ربي يا رحمن، الموسيقى تخوف. الجحر، ارجع الجحر. انا ابغى اطرح واحد ما يسوي مهام، والله اضرب الطاوله عليه اقسم بالله. اسوي اجتماع نجي ميتنج. شكله طعن واحد ضايع. ميوت. رختر ايش سوى؟ رختر رختر قاعد يتربص، ترى قاعد يتربص. رختر كثر واحد يحط الموز وانا ورا. حط ايش؟ حط ايش؟ كثر واحد يحط الموز هذا. وش الموز؟ اما نذبح قدامك. ايوه حط الموز بتفكر. ايوه رقصة الخروج. لا شوفوا، لا دقيقة شوفوا، والله انكم ظلمتوني. اقول رفسة رفسة يا ابوي مختار. صهيب يا عيال مو مطمني. هذه مهمة ولا فيك؟ والله اني ما ادري. مواطن الزلمة ابن الزلمة. من هو فيصل يا عيال؟ مش تقول مهمة. يا ربي الله يخرجك في نفسك يا الحمار. اي والله انك ازستري. هذا هذا هذا، تعال تعال تعال. امرجنسي ميتنج للضروره القصوى. للضروره القصوى. صهيب تكفى قول لي انك انت اللي دخلت علي ومن هذاك قاعد يلحقني، ولا انت تلحقني؟ الله ياخذك يا حمار. يا فيصل، يا فيصل ما عمري شفته يسوي ولا مهمه، ولا مهمه. لا 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 لا، بري 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 بري. ابو زعه مات ترى. لا لا حي حي. اذا حي هو يا عيال امبوستر ميت رامي. لا لا لحظه لحظه لحظه، من زمان مات. شلت من زمان يا عيال. انا فقدح ما شفته يسوي شيء، وفيصل ما شفته يسوي شيء. لو سمحت لو سمحت، اي بين فقدح، بين فقدح وبين بين. لو سمحت لو سمحت، احس انه سهيب يا اخي. سهيب مواطن 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 مواطن. خلاص 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 احمد، انا وفيصل مواطنين حتى بطهجل. طيب باقي عادنا 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 كبير، عادنا كبير. نلعب الصوره خلينا نشوف فقدح. ابي ايش طهجل قاعد يقرا هنا من اليوم. طهجل مواطن، طهجل مواطن. خليك معي خليك معي، واحد من مريم بوس. هذا صهيب. اوكي هذا صهيب، هذا صهيب. ها هذا طهجل، هذا رقصه طهجل. طلعوا كيف تسوون تحريات. هذا فقدح، هذا فقدح. حركه فقدح، حركه صهيب، حركه طهجل. اوكي اوكي، هذا قاعد يركض من اليوم، هذا قاعد يركض من اليوم. بطلع لكم من بوستر، ها بوريكم كيف. ما بضيعهم. اللي تو جاي، اللي تو جاي والثاني هذا، واحد من الاثنين ذولي، واحد من الاثنين ذولي. يا هذا يقول تعال، هذا هذا يقول تعال. صبر، هذول العيال فقدح صهيب ومطهجل، فقدح صهيب ومطهجل، طهجل صهيب فقدح. اوكي ايش هذا؟ ضحكه شديده هاي. يا
شفته والله يا مصطفى صعب نطلع لكن انا شك بفيصل يعني ما شفت فيصل فيصل ما شفته الحقني يا احمد الحقني لا 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 يا عيال اسمع فيصل لا 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 نبعث نبعث امها فيصل كلنا وراك سو مهمه الان قدامنا يلا يلا طيب طيب دقيقه الان يا عيال نلعب اصول كلنا نركض وراء فنصولي كلنا كذا هذه اصول هذه اصول انا اخليك في مهمه الان وانت موز يا فيصل اذا ما حولنا موز هذا الشايب اللي واقف فوق راس العمال انا اوريك في بار تحت ترى ها طلع اي والله في غيرك لا أمانة أمانة لا بدخلني غرفة بدخلني غرفة بتشرني بتشرني أنا بموت بموت رجعنا للمخلوق اصلي كلمة ولك يا فقط عايش فيك اميوت الشو مهم استعد طاقة مصنع صنيق الامدادات وش دير وش دير الامبوستر فعل حاجة جديدة الظاهر لازم نسويها ولا بموت انا مسوي اشتباه انا مسوي اشتباه ها 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 طيوحه يا عيال الله يخليكم الله يخليكم خلوني اتكلم كنت قاعد امشي كنت قاعد امشي تمام الامبوستر سوى طفوا حاجه جديده طفوا حاجه جديده اول مره نشوفها كلنا تمام قولوا تمام ايوه قولوا تمام ممتاز تمام يوم طفاها يا عيال كان قدامي صهيب ما لحقت صهيب جلست خبيت كذا ويلا يطلع الكلب الجرو الجرو رب الكعبه طلع الجرو الجرو اللي هناك ماك طلع وطلع صهيب ورا ظهره ما شافني وانا وراه اتهام مباشر احنا خمسه ما بسوي اتهام مباشر الا وانا موافق قدام عيني فنصولي يطعن صهيب ويزبن هل انت عندك تسكات سويتها؟ شوف لا تحاول لا تحاول تماطل عندك عندك حجه؟ عندك حجه؟ لو سمحت فيصل فيصل خليه يرد خليه يرد خليه يرد لا خليه يرد احمد انت مو قبل شوي اوكي قلت لي فيصل يلا خليني الحقكم كلكم خليني الحقك اوكي سوي تاس قدامي طيب ممتاز لو الان اوكي هل انا هل انا هل انا هل انا ناقص عقل؟ هل انا ناقص عقل يا فيصل او ماني بعقلي؟ بقول لك قدامهم برد على جوابك هذا برد على جوابك برد على جوابك طيب هل انا ماني في عقلي او انا ناقص عقل اني اروح اقول لك سوي تاسك ثم نسوي تاسك قدامي واخليك وامشي ثم ارجع اسوي اتهام عليك هل انا عقلي في شيء انت ذبح طيب قدام عيني عادي الامبوستر توي اكتف انه يمدي يسوي مهام الامبوستر يمدي يسوي مهام انت فيك اتهام طيب. مباشر يا عيال على فيصل دقيقه احنا خمسه اذا ما طلع فيصل يا عيال انا صلى على النبي صلى على النبي عليه الصلاه والسلام لا عشان تذبحني تبغى تضحك وتبغى تذبحني وراح امسك خط للدمام وبعديك والله العظيم انا برد قلبي انا صوت على فيصل انا صوت على فيصل يا عيال لا لا عندي باقي أربعة باقي أربعة أنا قلت صوتوا علي بعد الراوند يا رب يعني مالي طيب طيب أوكي إذا ما طلع أنت تفوز الباص خلينا نشوف يا رب أنا اللي بطبخ من الباص أنا اللي بطبخ إن شاء الله يا رب يا رب يا جماعة هنا وصلنا لنهاية المقطع لا تنسونا من اللايك وإذا تبون ننزل طرف ثاني منا مع فيس كمان شغل رهيب ونعرق فيه اكتبونا تحت أتمنى استمتعتوا الله يسعدكم صلوا على محمد لا تنسون S6B دائما واجب مع السلامة